هذه الشلالات شايفين المراجيح هذه اللي انتشرت الآن كثيرا. صوت عالمية سابق ومية جحفلية 19 ونام الله يا ديبان يا اهلا وسهلا. شكرا للمتابعه. انت تدري ان كوخ مزعج الناس؟ اي كوخ؟ اليوم الصباح تعرف كم واحد ارسلني؟ ايوه كوخ 9 اشخاص كله ترى من اليوتيوب. ايوه اليوتيوب فيه شغل ان شاء الله نبدا نعلن. والله يمين ابدا ترى الشغل كله اعلان. شوف جالسين كل شغل اعلان بس تنزل في اليوتيوب متابعات. ايوه طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله يومك بكل خير. اخوكم عبد العزيز البخاري. راح نبدا اليوم تغطياتنا في قناتنا في اليوتيوب سواء بروج العقاريه او رحال السياحه او قناتي الخاصه ان شاء الله. رحلتنا اليوم ان شاء الله راح تكون الى وزنك. هذا يقص لك المقاطع من هنا من مقر الشركه تبدا اول رحله لنا لوزنغول. طبعا خليكم معانا راح نعرض لكم بعض المناطق اللي ممكن تزوروها وانتم رايحين لوزنغول زي مصنع السكاكين، مزارع الشاي او مصانع الشاي في الطريق. اهم شيء اننا اخذنا خريطه بروج ورحال لطرابزون. هذه الخريطه راح تفيدنا كثير جدا في الرحله. الخريطه هذه يا جماعه فيها اغلب المناطق السياحيه زي ما انتم شايفين اوزنغول، حيدر نبي، مغاره شال، وفيها بعض المطاعم الموجوده في طرابزون من افضل المطاعم واسماء بعض الفنادق الموجوده في طرابزون. طبعا كيف تحصل على الخريطه هذه؟ ممكن تجون المكتب في رحال السياحه او بروج العقاريه وتحصلوا على الخريطه هذه مجانا زي ما انتم شايفين. ابعاد بعض المناطق السياحيه، الابعاد للمدن الاخرى، الارقام المهمه في حالات الطوارئ لا سمح الله. خريطه ممتازه جدا راح تخدمكم في شمال التركي. ركز ركز في الطريق، ركز في الطريق تصدم لنا هذا دحين. ها الله يستر. بدينا الرحله اليوم مع ابو جهاد الله يحييكم ان شاء الله. لوزنغول طبعا لوزنغول تعتبر من القرى اللي تكون رقم واحد في شمال تركيا. ايوه خلي الجوال يرحم والدك سوق وركز في الطريق. بيع السكاكين المشهورة في سرمن. ناخذ لهم زيارة سريعة. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة هذه المنطقة سرمنة مشهورة بالسكاكين. شايف ابو ماجد؟ والله هذه كلها صناعات يدويه، ما حتى احيانا يمنعوا الغسيل فيها، طبعا ما تغسل خاصه الخشبيه هذه ما تغسلها في غساله المواعين، ما تقدر تحط ما تغسلها عشان ما يتضرر الخشب اللي فيها. طيب ابو ماجد اسئله سريعه كذا واحنا في الطريق. اول شيء كم تبعد الزنقون عن طرابزون؟ تقريبا 95 كيلو، يعني بالساعه تقريبا 170 كيلو. طيب متى زرت تركيا؟ تركيا 2009. 2009 متملك فيها ما شاء الله؟ اي اكيد. اي حد يجي طرابزون ما يتملك ما شاء الله. طبعا يا جماعه هذا قهوه عساف. اوف اي نعم قهوه عساف. ان شاء الله بيكون لنا زياره لهم ما شاء الله. الله يبارك. طيب وصلنا الان لوزنغول مع الحبيب ابو ماجد. يا مرحب يا مرحب ابو جهاد. والله الاجواء جميله. اي جدا. شوف 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 يا جماعه شوف. هذه لوزنغول المسجد المشهور. ما شاء الله زحمه 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 بطريقه ما تتوقعونها. نروح نخلص امورنا حجوزات فنادق ونزور بعض اصحاب الفنادق اصحابنا. بعدها نروح نتغدى ان شاء الله. زي ما انتم شايفين يا جماعه اوزنغول تتميز بالاكواخ اللي ممكن تستاجرها وتسكنها في مناطق جميله جدا. هذا القفز المطلي الموجود في اوزنغول. ها صدم صداع.
الفندق اللي شايفينه خلف الان فندق اميرال بارك، من افضل الفنادق اللي ممكن تزوروها في زنقول. طبعا ما قدرنا نصور لانه الفندق ما شاء الله مليان، لكن بحط لكم هنا الرابط، اضغط عليه وشوف الفندق. ممكن تحجز عن طريق شركتنا رحال السياحه. يعتبر الموقع من افضل المواقع اطلاله على البحيره، بحيره زنقول، وعلى النهر، النهر اللي هو جاي من فوق زي ما تشوفوا. ميزة زنقول هذه الشلالات، شايفين المراجيح هذه اللي انتشرت الآن كثيرا. الصوت لوحده لوحد يا جماعة شيء كيف ابو ماي؟ والله بعدين كان رخيصة 15 دقيقة ب 10 ريال او شيء 10 ليرات. انا اقول لك موجود البيك يا جماعة، البيك. الله شوف البيك واصل لزنقول، انت فينكم؟ من افضل الخيارات الموجوده في زنقول كراكرز بيتزا. ندخل لهم الان ونشوف كراكرز بيتزا. هذا لك الوصول يا جماعه، ما شاء الله تبارك الله. الان بعد ما خلصنا الغداء نطلع نمشي شويه ونصور لكم زنقول. اكبر مشكله ممكن تواجهها في زنقول المواقف. احنا والله بيني وبينكم وقفنا هنا في موقف احدى الفنادق وقفلنا ومشينا، ان شاء الله نرجع السياره موجود. كم تتوقع درجة حرارة عندنا هنا؟ اتوقع 14 14 15 بالكويتي. ايش في عندك يا شيخ؟ استنى في حار؟ ايوه. طبعا يا جماعة احنا جايين في وقت في عز الموسم زي ما انت شايفين. شوف شوف الزحمة، هذا ابو ماجد صوب. لازم قول جحفلي 116 تالي هاللي مل اليوم واحد بس نصراني موجوده هنا. انا اقول العالمية سابق ومية جحفلي 119 والنعم والله يا ديبان يا اهلا وسهلا يا ولد شاي كرك من شرب برك، شاي كرك من شرب برك، شاي كرك جحفلي شرب بارك، شاي كرك هلال يا جحفلي. ايوه دي 19 يا زعيم يا زعيم.